السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله احنا هنقول اخر فيديو، يعني هيبقى في التريجنومتري. هنقول مع بعض lesson 5 و 6، كده يبقى فاضل لنا بس الجيومتري. الجراف trigonometrical functions، الساين فانكشن ليها رسمة، برسمها ازاي؟ انا بحط باخد السبيشال انجلز. ايه سبيشال انجلز دي؟ اللي هي 0 و 30 و 90. اوكي، باخد كل السبيشال انجلز 0 باي على 6 و 3 باي على 6 و 5 باي على 6 و باي لحد ال 2 باي. بصوا الرسمه بتبقى عامله ازاي. دي رسمه الساين لو، بتعمل انترسكتنج مع الاكس اكسس في الزيرو وفي ال 180 وفي ال 2 باي، اوكي، وفي ال 4 باي. بنعمل دبلنج، يعني بنعمل تايمز. البروبرتيز بقى بتاعت الساين فانكشن، الدومين بيبقى من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. ده لو مديني البروبرتيز بتاعت ساين فانكشن بس كده عادي، انما هنا الرسمه دي الدومين بتاعك من 0 ل 2 باي، فهنا ده الساين فانكشن وانا مش مدياك الثيتا بكام، فالدومين من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. الماكسيمم فاليو اعلى حاجه، بص ارجع كده معايا في الرسمه، اعلى حاجه الساين بتوصل لها 1، اقل حاجه الساين بتنزل لها النيجاتيف 1. فانت دلوقتي لما بتقول الماكسيمم فاليو هي 1 والمينيمم فاليو هي نيجاتيف 1، بتحصل امتى؟ بتحصل عند ال 90 وعند ال 180. الرينج من نيجاتيف 1 ل 1، ما انت الماكسيمم ب 1 والمينيمم من نيجاتيف 1، يبقى الرينج من نيجاتيف 1 ل 1. The function is periodic and its period 2 باي. يعني ايه its periodic؟ يعني ايه periodic and its periodic 2 باي؟ يعني بتتعاد، بتطلع وتنزل، بتتعاد تاني، الدوره بتاعتها بتبقى 2 باي. طيب تعالى كده نرسم 2 ساين ثيتا، هنشتغل بنفس الانجلز، هعمل دايركت سبستيتيوشن بقى، اشيل الثيتا واحط باي على 6 تايمز 2 وهكذا. بص ايه اللي هيحصل، بص الرسمه بتاعتك تبقى عامله ازاي. هتطلع لحد ال 2 وتنزل لحد النيجاتيف 2، تفضل تطلع لحد ال 2 تنزل لحد النيجاتيف 2. يبقى انت هنا الرينج بتاعك ايه؟ الدومين بتاعك من 0 ل 2 باي، لان انا هنا قايله لك من 0 ل 2، من 0 ل 2 باي، يبقى الدومين من 0 ل 2 باي. الماكسيمم فاليو 2، المينيمم فاليو نيجاتيف 2، يبقى الرينج من نيجاتيف 2 ل 2، الفانكشن 2 باي. بص بقى انت من غير ما ترسم تقدر تجيب من هنا الساين، الرينج. الرينج هو الرقم اللي هنا ده من نيجاتيف 2 ل 2. اوكي، طيب تعالى بص السؤال ده، جه السنه اللي فاتت. The range of the function f of x for sine x such that the x belong من 0 ل باي. فالمفروض بقى اللي مش فاهم هيقول لي رينج، انت قلتي من 4 يبقى من نيجاتيف 4 ل 4. لا غلط طبعا. ليه بقى؟ الفكره فين هنا؟ الفكره هنا ان هو قايل لك من 0 ل باي. يعني تعالى نرجع كده بالرسمه، من 0 ل باي يعني من 0 لحد الباي بس، يعني انت المفروض تقف هنا، تتقطع دي كده وتقف هنا، دول بس اللي تشتغل فيهم. طب انا في الامتحان ومش قادر اعرف ومش هعرف ارسم في الامتحان، اعمل ايه؟ اقول لك انا شيل الاكس وحط زيرو، شيل الاكس وحط زيرو فهتبقى زيرو، يبقى الاجابه يا دي يا دي. طيب شيل الاكس وحط باي، يعني حط اول رقم واخر رقم هتعرف حدودك في ايه. شيل الاكس وحط باي هتبقى ساين 180 ب1، يبقى الاجابه 4، يبقى من 0 ل 4 closed. طبعا الموضوع مفيهوش علاقه بالاوبن اصلا يعني. طيب تعالى نشوف رسمه الكوزاين، نفس الكلام، هعمل دايركت سبستيتيوشن. بص الرسمه نفس القصه، الرينج طالعه لل1 نازله للنيجاتيف 1، اولك ال1 اخرك النيجاتيف 1. طب البروبرتيز برضو الدومين نفس الكلام، هو مفيهوش تغيير خالص. طيب تعالى نعمل هنا، تعرف تقول لي الرينج من غير ما ارسم؟ من نيجاتيف 3 لل3. انا رسمت، بص نفس القصة، طلع عند ال 3 نازلة عند النيجاتيف 3، الدومين من 0 ل 2 باي، الماكسيمم 3، المينيمم نيجاتيف 3، الرينج البريودك. طب نيجي بقى لموضوع البريودك. أولا أنا قلت لك خلاص، لو أنا عندي y equal a sin أو y equal a cosine، الرينج الرقم ده نيجاتيف وبوزيتيف طول ما أنت بتتكلم من يعني لغاية 2 باي. هنا بقى البريودك كل اللي فات دول كانوا سيتا سيتا سيتا، يعني هنا مفيش رقم،
هنا مفيش رقم، كانت سيتا، فبقول لك لغاية 2 باي. إنما لو في رقم هنا ليها رول 2 باي اوفر الرقم اللي قدام السيتا ايا كان هو مين، بس لازم يبقى بوزيتيف. زي ايه؟ زي كده the function f of x 3 sin 5x، الرينج خلاص من negative 3 ل 3. طيب البريودك تقول لي اه لا هي 2 باي اوفر 5. هي دي بس الأسئلة اللي بتيجي. يعني نيجي لسن 6. لسن 6 بعد ده سهل جدا. بنعمل شيفت ساين، شيفت ساين هاف عشان اجيب الانجل بكامل، ده على الكالكليتر يعني. شيفت ساين 1 اوفر روت 2 عشان اجيب السيتا بكام، شيفت ساين 1 عشان اعرف السيتا بكام. نيجاتيف 1 دي اللي يطلع لك على الكالكليتر يعني، اللي هي شيفت ساين وشيفت تان. طيب اهم حاجه بس تبقوا فاكرين ان الفيرست كواد اسمه سيتا، السكند 180 ماينس سيتا، الثيرد 180 بلس سيتا، الفورث 360 ماينس سيتا. طيب ليه بتقول لنا الكلام ده؟ عشان اقول لك بقى يلا جيب السيتا. بص ايه اللي حصل هنا، ايه الروت 3 اوفر 2 دي بوزيتيف، فاه بقى نرجع بالذاكره كده لكام درس فاتوا. بوزيتيف الساين بوزيتيف فين؟ في الفيرست وفي السكند. ماشي يبقى احنا نعمل شيفت ساين عشان تبقى في الفيرست والسكند، شيفت ساين روت 3 اوفر 2 تبقى السيتا ب 60. ما ينفعش تسكت، لازم تقول لي والسكند اللي هي 180 ماينس الانجل اللي انا طلعتها. يبقى انت في الدرس ده هي اعاده للكل اللي احنا خدناه. انا في الدرس الاولاني او الدرس الثاني بتاع التريجنومتري لما كنت بقول لك عايزه اجيب السيتا كنت تقول لي استني هي الانسر دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما هي لو بوزيتيف يبقى هضطر اشوف الساين دي بوزيتيف فين في تو كوادز، يبقى لازم السيتا ليها احتمالين. حتى امسك الكالكليتر بتاعك وتشيك، اعمل ساين 60 تطلع روت 3 اوفر 2، ساين 120 تطلع برضو روت 3 اوفر 2. الكالكليتر بيطلع لك اجابه واحده بس لان انت لازم تشغل دماغك. طب هنا دي بوزيتيف، بوزيتيف دي معناها ايه؟ معناها ان هي في الفيرست وفي السكند. طب وبعدين شيفت ساين تطلع 40 ديجري 4 مينت 33 سكند، في السكند يبقى 180 ماينس ده هيطلع على الكالكليتر. طب كوزاين سيتا بوزيتيف، ده بوزيتيف يبقى فين؟ في الفيرست وفي الفورث لان تبع استك رول. شيفت كوزاين طلع 51 الرقم الفظيع ده، وبعدين في الفورث، الفورث ده 360 ماينس سيتا طلعت لي 308. طب تان سيتا ايكوال نيجاتيف، نيجاتيف ده يبقى نيجاتيف فين بقى؟ فكر كده، التان نيجاتيف فين؟ استك السكند والفورث. شيفت تان، شيفت تان طلعت السيتا. طب السيتا دي في الفيرست كواد ماليش دعوه، انا عايزه النيجاتيف، يبقى 180 ماينس اهي السكند و360 ماينس. هو الدرس كده ما فيهوش حاجه تاني خالص. كده يا جماعة التريجنومتري خلاص خلص الحمد لله، والألجبرا كمان خلص. احنا كده فضل لنا آخر يونت في الجيومتري. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe the page. Thank you.